أجا على أمريكا واجه نفس المشاكل اللي ممكن أي شاب يواجهها في أمريكا. الأولوية اللي عنده واسطة. تعرفنا على حالك. اسم عامر رمان، مهندس مدني، عايشين بشيكاغو هنا، وحكى معنا الأخ هون مشان نفيد بعض الناس بعملية إجراءات المعادلة للشهادات لأغلب الطلاب اللي بيجوا من البلاد العربية اللي ما بيكونوا عارفين شو الإجراءات وشو يعملوا، فإحنا هون مشان نساعدهم ونعطيهم الطريق الصواب اللي يبلشوا فيه. أي شخص موجود هون، أي شخص أجا من البلاد، أنت عندك فرصة ذهبية، بدل ما أنت شغال في جاس ستيشن أو شغال في أي محل، إذا معك أوراق هون في هذا البلد، سارع إنك تخلص شهادتك وتقدم على الشغل، الموضوع سهل وما بده دراسة، 90% من طلاب الأردن أو فلسطين اللي بيجوا مثلا قاعدين، ما بيحتاجوا يسووا المعادلات والقصص هاي، أغلبهم تخصصهم بكون إبت، والمعادلة تاعتهم بتخلص خلال أسبوعين، ما بدها دراسة ولا بدها إشي. طبعا اذا انت كنت ضامن انك حتيجي هون تقدر تبلش في هاي الاشياء وانت ببلدك. شو مكان تخصصك؟ مختلف التخصصات كاملة، بدك تعادل التخصص تاعك مشان تشتغل في امريكا بالتخصص نفسه. شو تسوي؟ هسا في موقع اسمه ECE Educational Credential Evaluator، مؤسسات غير ربحية مصنفة، الموظفين اللي فيها دكاترة من كافة الولايات في أمريكا بيختصوا انهم يقيموا الشهادات. لما تمسك الموقع هذا تفوت عليه بتعمل فيه حساب شخصي لإلك، وبيطلع لك عدة خيارات من ضمنها انه انت بدك تعمل evaluation. لما تفوت على evaluation بيحكوا لك انت شو بدهم منك، بتعمل خطوات والخطوات بتكون سهلة، وبناء عليها بيحكوا لك شهادتك تعادلت كاملة أو بدك عدد ساعات معين تكملهم مشان عدلك الشهادة، ونسبة عالية بوافقوا عليها وبيعدلوها. الـ NCEES هذا موقع خاص لطلاب الهندسة، بإمكانكم تستخدموا هذا الموقع، متعمق أكثر في الهندسة. معادلة الشهادة INCES، تحط login. الموقع فتح الـ NCEES، هاي الصفحة الرئيسية. بما انك عملت تسجيل دخول وعملت معلومات التسجيل، فانت اعطوني رقم هذا الاي دي لإلي. كيف كطالب هندسه بدي اسحب النموذج، اوصله للجامعه، اخليهم يعبوا لي اياه، وبعتها لمين؟ للشركه هاي. تعالوا معي بعد ما تسوي معلوماتك الشخصيه، اد ابديت ايدجكيشن، يعني مثلا انا فتحت عندي هون الهاي سكول وانا مخلص هاي سكول، الجامعه مثلا مخلص من جامعه فيلادلفيا، بحط فيلادلفيا يونيفرسيتي، بحط التخرج تاعتي في الجامعه، بحط معلوماتي كاملة. طبعا في كبسة بتكون موجودة بالعادة هون انه سبميت، موافق موافق، بعدين بيطلع لك طباعة نموذج، انا مش موجودة عندي لاني طبعتها وعملتها، بيطلع هون طباعة نموذج، بتعمل طباعة للنموذج بتحتفظ فيها على الجهاز اللي عندك، النموذج هذا بتبعته لموقع الجامعة، او اذا لك اخو او اي حدا موجود في الموقع اللي انت بدك اياه بتبعت النموذج كامل PDF عبارة عن ورقة واحدة، بتكون بتحتوي على الـ ID number تاعك، بترفق معاه شهادتك الجامعية، كشف العلامات، وصف لكل مادة، مجموعة الأوراق هاي بمغلف وبتنختم وبتبعتها عن طريق DHL أو FedEx لموقع المؤسسة. موقع المؤسسة وين بكون موجود؟ اللوكيشن. لما تطبع النموذج اللي حكيت لك عنه بكون موجود عليه بالزاوية على الشمال من تحت الموقع تاع الشركة اللي انت لازم تبعت النموذج عليه. الملف بوصل بعد اسبوع اسبوعين للشركة، بياخدوه بيستلموه، بيعملوا المعادلة كاملة، بعدين بيحكوا لك مشان تأخذ النتيجة تاعتك لازم تدفع المتطلبات المستحقات، واللي كانت تقريبا حاليا $350 بتدفعها، وبعد اسبوعين او 3 أسابيع بيبعتوا لك على الايميل المعادلة تاعت الشهادة، وهيك انت بتصير مخلص جامعتك كأنك مخلص من UIC او من اقوى الجامعات في امريكا. بتضيف خبراتك عليها، بتضيف شو عندك سكيلز، شو عندك مهارات، شو عندك لغات، بتضيف عليها اذا معك FE exam، وتبلش تقدم على الشغل بسهولة وما في اي تعقيدات وامور بسيطة جدا. هسا بنيجي على الابد عن هاي، قبل ما تعمل معادلتك وتعمل اي اشي بتتأكد هل الشهادة اللي معك مصنف ضمن تصنيف ابت او لا، بتتواصل مع الجامعة اللي انت خلصت منها، بتسألهم في سنة 2016-2012 اللي انت خلصت فيها الجامعة هل كان التخصص اللي انت درسته مصنف ابت او لا. يعني اذا كان مصنف ابت خلص ما تعمل الاشياء دي كلها، ما بدك اياها،
إبت يعني أنت شهادتك زي ما هي بتشتغل فيها أي مكان. هسا هاي الـ FE والـ PE هاي لطلاب الهندسة مش لأي طلاب آخرين. الـ FE حكينا Fundamental of Engineering، أساسيات الهندسة، أو في ناس بتسميها EIT Engineer in Training، مهندس مبتدئ. لما أنت تقدم على شغل زي ما بيطلبوا منك لغة أو بيطلبوا منك مثلا تكون معك خبرة في الأوتوكاد أو أشياء تانية، هون في أمريكا بيطلبوا أنه يفضل يكون معك الـ FE. بعد ما تأخذ الـ FE في عدد سنوات معين، إذا بتخلص عدد السنوات من 3 لـ 4 لـ 5 حسب الولاية، بتصير أنت مؤهل أنك تشتغل PE. الـ PE عبارة عن Professional Engineer، مهندس استشاري. هاي الشهادة بتقدر تاخدها بنفس الوقت اللي بتعمل فيه الشهادة هاي، بس ما بتقدر تشتغل عليها إلا تتخلص عدد سنوات الخبرة من الـ FE. بعدين تيجي هون مهندس بياخد مشاريع، بيفتح مكتب، بيشتغل حسابه الخاص. هذا الوضع اللي انت بتصير عليه. اذا بدك تعمل حجز لموعد امتحان الـ FE كيف تسوي؟ تعال هن نفس الموقع اللي كنا احنا فتحينه. هسا عندك بيطلع عندك exams, records, educations, useful documents، اشياء بدك تشتري امتحانات كمان منهم بيعطوك. شوف الاكزامز اللي عندهم. لو بدنا نحكي احنا بدنا مثلا نسجل امتحان الـ FE، بيحكي لي هاي التسجيل، تحتيه بيحكي لي purchase practice exam، اذا بدك تشتري امتحان practice. بس انا اذا بدي اسجل برجع التسجيل، بفوت عليه بسجل فيه، بيسالني باي ولايه بدي اعمل الامتحان، بحدد الولايه اللي انا فيها وبناء عليها بقدم على موعد الامتحان، بدفع فلوس الامتحان، بيعطوني موعد انا بحدده بقدم فيه الامتحان، واذا بنجح في الامتحان باخذ شهاده الـ FE وخلص انتهت هيك مهمه الـ FE كامله. بدنا نحكي هسه احنا عن تكاليف الجامعة كطلاب هندسة. التكاليف تختلف من جامعة لجامعة، وهذا الحكي بأي مكان بالعالم موجود. يعني هسه بالمتوسط الطبيعي لطلاب الهندسة في جامعات بتاخذ من 10 لـ 15 بالسنة، وفي جامعات بتكلفك 25 لـ 30 ألف بالسنة، يعني بتصفي عليك 120 ألف زائد التكاليف اللي بدك الكتب، بدك تحسب مواصلات، بدك تحسب، فبتصفي عليك تقريبا 150 ألف زي هيك اشي. هل بقدر لو جيت هون ادرس في امريكا ادرس واشتغل اطلع مصاريفي واساعد اهلي بدل ما هم يدفعوا لي هاي التكاليف العالية؟ لما نيجي نحكي ان الطالب بده يجي ويشتغل، هسا انت بتيجي كطالب بدك تكمل كطالب، في برامج بالجامعات بتوفر مكان وظيفي للطلاب حسب الجامعة وحسب الشاغر الموجود عندهم، وبسمحوا لك عدد ساعات معينة قليلة بتكون، ورواتبهم مش هالرواتب العالية جدا، اشي بسيط بكون مساعدة يعني للطلاب، اشي بسيط مساعدات لمصروف الطلاب فقط. اما كالشغل ما بيطلع لك تشتغل كامل بشكل قانوني كطالب. هسا رواتب المهندسين بتم بحسبوها سنوي بشكل سنوي، بتعتمد من ولاية لولاية، كل ولاية بتدفع شكل. لو انت هسا عايش بالإلينويز ومخلص مهندس جديد بتبلش من 50 لـ 60 ألف. بعد ما تحصل على الخبرة بتصير تحط انت راتبك من 75 لـ 80، ممكن تحط بدك مثلا راتب 90 ألف بالسنة، ممكن تحط لك، في ناس بتحط 120 و 130، بتعتمد على حسب شو الخبرة اللي عندك وشو انت ممكن الشغل تقوم فيه وشو الشركات اللي انت بتقدم عليها. هل بإمكان شخص مثلا يجي كعقد عمل مع شركة هون ولا الموضوع صعب؟ هسا نتيجة بعقد عمل فيها صعوبة، يعني ممكن انت تكون عندك مهارات او خبرات مش موجودة في اي مكان في العالم، الكل بحاجتك بالحالة هاي بيطلبوك بيسووا لك عقد العمل. بس لما كهندسة السوق يعني تقريبا مشبع، الاولوية للي عنده واسطة، نفس نظام البلاد. بس لكن هون الناس ما بتشوف الاشي هذا، انت عايش ببلد كبير، شو ما يصير في مشاكل حتشوفها بسيطة جدا مقارنة في بلد صغير وفي فساد. انا هذا الشيء شفته واكتشفته انا شخصيا، يعني اذا انا لي صديق معين عنده شركة عقارات او عنده شركة هندسية، وفي بعرف واحد مهندس بده يشتغل، بحكي معاه وبحكي له بده شغل فلان الفلاني، لو عنده 50 ألف طلب مثلا ويعرف انه هذا الفلان مثلا في مصالح مادية بيناتنا، بيضطر انه يوظفه عنده. بيثقوا في المعرفين اكثر ما بيثقوا في الناس الجديدة او ما بيعرفوهم. والدليل على ذلك لما تقدم في بعض الشركات انه بيحكوا لك كيف سمعت عنا، هل الشخص بعثك علينا، هل انت سمعت عنا عن طريق السوشيال ميديا، هل انت قدمت عن طريق برنامج انك تتوظف عنا، فبيسألوا هاي الأسئلة كمان. نعم،
خلصنا اجتماعنا مع عامر. عامر الله يعطيك العافية، أعطانا معلومات كثير قيمة لموضوع معادلة الشهادات ونبذة عن موضوع الهندسة في أمريكا. لا تنسوا تدعموا عامر على التيك توك، راح يكون حسابه في الديسكريبشن، وتدعموني وتعملوا لي لايك وشير سبسكرايب. قربنا كثير على 100,000 على اليوتيوب. بصراحة وصلنا مليون عندك مان، شو 100,000 هاي؟ بدنا مليون للشاب. أنا بمدكم